السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موضوع احنا اتكلمنا فيه أكتر من مرة وقلنا إنه لم يحسم، اللي هو موضوع كوبي رايت للصور اللي معمولة بالذكاء الاصطناعي أو فيديو اتعمل بالذكاء الاصطناعي، قطعة فنية أو حتى نص اتكتب بالذكاء الاصطناعي. هل ينفع إن أنا أقول إن ده حق من الحقوق بتاعتي؟ قضية مثيرة للجدل، لكن في الجريدة اللي هي اسمها هوليود لقينا إن في قاضي أمريكي فيدرالي يوم الجمعة اللي فاتت قال وأصدر حكم من حقوق النشر بالولايات المتحدة إن أي قطعة فنية اتكتبت بالذكاء الاصطناعي أو أنشأت الذكاء الاصطناعي مش قابلة للحماية الفكرية، يعني ما ينفعش أروح أسجلها باسمي وأقول إن أي حد هيتعدى عليها أو يعيد نشرها ليه إن أنا أقاضيه. لأن قانون الملكية الفكرية أصلا من فترة طويلة جدا بتقول إنها الأعمال التي أنشأها البشر، والقرار ده هيخلي إن صعب الموضوع يتغير في وقت قريب، لأن أي قاضي ممكن يقول أنا هستند للقرار اللي أصدره القاضي اللي قبليه. احنا فاكرين ان طبعا من 100 يوم ولغايه دلوقتي لسه شغاله، الكتاب والممثلين في اليود كانوا عاملين يعملوا مظاهرات واعتصامات لان خايفين ان الذكاء الاصطناعي يسرق دورهم، لان في استوديوهات بتطلب من الممثلين ان هم يتعملوا لهم مسح 3D او مسح اثناء التصوير بحيث ان هم يبقى عندهم نماذج بحيث ان هم يقدروا يعملوا بها افلام من غير ما يرجعوا لهم، وده حصل في احدى المسلسلات الامريكيه الشهيره جدا وما استاذنوش اصلا من الممثلين، يعني خدوا القرار وعملوا الموضوع ده. القرار اللي صدر دوت ده هيكون اساس لاي قرارات تيجي بعد كده هيبدا ان هم يعتمدوا عليه، لان مفيش معنى ان انا اقول ان الصوره دي انا اللي عاملها وانا مجرد بس قلت كام كلمه للذكاء الاصطناعي وما بذلتش فيها اي جهد، ولا انا بعرف ارسم ولا بعرف اصور.